حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. ومن أجل تحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية تحرص دائما مؤسسة حمد الطبية على إدخال أحدث التقنيات الطبية والتي نستعرض جانب منها خلال الفقرة الصحية لهذا الأسبوع والتي تم تخصيصها لجراحة السمنة. نعم، وفي هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور جاسم عبيدان فخرو، استشاري جراحات السمنة والروبوت في مؤسسة حمد الطبية. مرحبا ومسهلا فيك دكتور معنا في فرح. يا أبو محسن، مرحبا أخوي حمد. يا مرحبا يا جاسم. يا مرحبا جاسم، يمكن موضوع السمنة موضوع الكثير يتحدث عنه، والآن كثير ادخلت تقنيات والكثير ألف فيه بشكل لا تتخيله. أكيد. لو إحنا نكلم مشاهدينا في البداية عن أنواع السمنة وش اللي نقدر إن إحنا نعطيهم نبذة بسيطة عن الجراحة، بعدين إن شاء الله بنسترسل في الأسئلة. طبعاً السمنة مثل ما قلت قبل ودائماً أقولها، السمنة لم تعد تصنف كحالة. على حسب منظمة الصحة العالمية WHO تم تصنيف السمنة كمرض، ويعتبر من الأمراض المزمنة حال السكر، الضغط، الأمراض المزمنة اللي موجودة عند الناس. طبعاً السمنة تصنف لسمنة من الدرجة الأولى، سمنة من الدرجة الثانية، الثالثة وماشية. تصنيف أنواع السمنة يكون بحساب معدل كتلة الجسم. صحيح. معدل كتلة الجسم هو يعطينا درجة السمنة، وبناء عليها نحدد من هم الأشخاص اللي يحتاجون إلى العمليات ومن اللي ما يحتاج العمليات. طبعاً على حسب تصنيف اللي هي الـ ASMBS اللي هي المنظمة الأمريكية أو الجمعية الأمريكية لجراحين السمنة، إحنا عندنا الشخص اللي كتلة الجسم عنده 40 فما فوق من غير أمراض، سواء بأمراض أو من غير أمراض، يستحق العملية. الأشخاص اللي عندهم أمراض مصاحبة للسمنة ننزل لين 35، يعني 35 وفوق. طبعاً هذيلا لازم يكون الأمراض المصاحبة للسمنة معروفة، اللي هي السكر من النوع الثاني، الضغط، خشونة الركب، تكيس المبايض عند السيدات، الكوليسترول العالي، اختناق النوم، وهاي اللي هو أنا أسميه القاتل الصامت. نعم دكتور، أنا أتكلم عن، قلت ذكرت كتلة الجسم، أنا أبغي الحين نقول لمشاهدينا هل كتلة الجسم سهل حسابها ولا لازم؟ سهل جدا. شو نحسبها؟ أعطني شنو المعادلة اللي أنا أحسبها، أنا بسجلها الحين معك. الوزن يقسم على مربع الطول بالمتر. نقسم على مربع الطول بالمتر. مربع الطول بالمتر. بالمتر، مش يعني مش بالفوت، يعني يعني متر مش بالسنتي، بالمتر. يعني اللي مثلا اللي طوله 170 ايه؟ يحط 1.7. اوكي 1.7. زين شنو مربع الطول؟ يعني 1.7 ضرب 1.7 ضرب 1.7 ايه؟ يعني الوزن تحت. ضرب لا، الوزن يقسم على واحد واحد فاصل مثلا الطول مرتين. الطول مرتين، يعني اضرب الطول في الطول. يعني مثلا ايه؟ انا مثلا طولي 170، احط وزني مثلا لنفرض ان وزني 80، وتقسمه على ناتج 1.7 ضرب 1.7. والاسهل من هاي كله أي. الاسهل من هاي كله، الله لا يهينك يبا، نزل لك ابلكيشن على التليفون. حلو. موجود بي ام اي، بادي ماس اندكس، بي ام اي كالكوليتر، بي 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 فور بوك، بي ام اي اي بادي ماس اندكس كالكوليتر. نزل هذا التطبيق، اكتب وزنك وطولك ويعطيك اياه لك. انزين اذا الحين طلع الناتج الكتله ان ذكرت 35 فما فوق، هذا يستحق عمليه اذا كان معاه مرض مصاحب للسمنه. مرض طبيعي مصاحب. بدون مرض، بدون لازم 40 فما فوق. 40 فما فوق. فالحين نقول عزيزتي الدبدوبه ولا عزيزي الدبدوب، عزيزي الدبدوب عزيزتي الدبدوبه، قوم احسب كم كتله الدبدوب. نعم. لا هم اكيد الكتله مدام هم يندرجون تحت عزيزي الدبدوب، عزيزي الدبدوبه معناته هم عندهم سمنه. يمكن 39 35. شوف بقول لك 39 و6 هذه، يعني ما بنقول له لا والله روح زيد لك 2 كيلو ولا كيلو، عشان هذا اللي نستثنيهم نعطيهم استثناء. دكتور انا اعرف ناس تاكل عشان اي فعلا يعني في واحد انا عارفه في فينا لا اكيد مو بانا يا الربع. لا مقصدك لا على راس بقى اكيد مو بانا يا الربع، يرتفع الوزن عشان الدكتور يقرر عليه. في ناس في ناس غلط ولا صح؟ غلط. في حاله بس بذكر لك، حالة من الحالات أصرت أنها تسوي العملية، وهي عارف أن عشان تعمل العملية لازم تزيد 15 كيلو، راحت زادت 15 كيلو،
سوت العمليه ما نزلت اكثر من 15 كيلو زادتهم. لا والله العظيم. الله المستعان. طيب شوف عشان هذا الحوار ترى صدق انا مو بزيد عشان اسوي العمليه، انا واحد من الناس يمكن جاسم اخ وصديق ويعرف ان انا رافض ان انا اسوي عمليه الربط. دائما نقول في تحديات كثيره في الحياه ممكن الواحد يساعد نفسه من وزن لاخر. يمكن احنا مجهزين لكم مشاهدينا مع منتجنا صور يا ريت نطلعكم عليها ونقول لكم شلون قصه التغير في هذه الصور، بس لما جهز لنا اياها منتجنا صاروا على الهواء نشوف. طبعا اللي على اليمين وهو اللي على اليسار حمد الفياض، هذا وزني كان 145 2007، والصورة الثانية 2014 بدون عمليات. اي بس سؤال، من 2014 الحين ايش صار؟ وايد تعجبني دكتور. وايد، بس في امكانية ان انا ارجع بالرياضة، بس يمكن الحين الوقت هو اللي مو مساعفني. دائما عذركم الوقت. حلو، انزين نشوف الصورة الثانية. في صورة ثانية حمد؟ اي في صورة ثانية. انا هاي ما شفتها في تحضير الحلقة. لا لا هذه هذه مفاجأة. أيوة الدكتور جاسم عبيدان فخرو. هذه صورتي، هذه صورتي لما كنت في سويسرا. هني كان وزني 120 كيلو. 120 كيلو دكتور. إيه. يعني. وهالصورة هذه أنا محتفظ فيها وموجودة على الإنستغرام عندي. لأن تذكرني أنا ترى في ذاك الوقت ترى اللي خلاني أسوي العملية مش بس الوزن. أنا طحت مريض. طلع فيني ضغط وطلع فيني كوليسترول وطلع فيني اختناق في النوم. ولما سويت العملية طبعاً أنا نزلت تقريباً 60 كيلو الحين يعني فرق دكتور. أيه؟ فرق والله. أنا ما أتدى أنا ممكن يقول ممكن إيش يقول يا المخرج، يقول لنا أبي الدكتور يوقف. إيه لازم توقف جاسم. يعني نشوف الفرق من قبل والحين. ما عندي دكتور الحين. ترى بس دكتور أنت قمت بعملية. أنا سويت العملية إيه. بس كنت يعني. أنا سويت العملية لسبب المرض. والحمد لله يعني بعد 3 شهور من العملية ونزول الوزن. أنا استغنيت عن أدوية الضغط، استغنيت عن أدوية الكوليسترول. إحنا في عندنا الجهاز اللي يقيس نسبة الدهون ونسبة العضل، هو في نفس الوقت يعطيك عمرك البيولوجي. صحيح. أنت تحط عمرك الحقيقي وهو يعطيك عمرك البيولوجي، يعني أنت جسمك بهالتكون بهالعضل بهالدهون كم. أنا قبل لا أسوي العملية كان عمري 32 سنة، عمري البيولوجي طالع شيء 60. أكيد طبعا. بعد ما سويت العملية وقبل تقريباً 3 شهور سويت الفحص مرة ثانية، الحين عمري كم؟ 37، عمري البيولوجي 25 سنة. ما شاء الله الحمد لله. يعني هاي القلب خبر يعني عرفت دكتور. ما له دخل البيولوجي 18 ما له دخل ما له دخل البيولوجي خالد. المهم دكتور احنا الحين يعني نتكلم عن أول حاجة، أنا بس بنوع عن شيء، أنت دكتور كنت متين وسويت عملية وحين ما شاء الله عليك فت وضعيف، انت في نفس الوقت انت الدكتور لضعف الناس اللي يحتاجون انهم يضعفون، فهذا شيء نابع من تجربه شخصيه منك، فهذا شيء يدعم موقفك اكثر. وانا لما اجيك كحاله او كمريض راح اثق في كلامك لان انت مجرب وخايب هذه التجربه. مو بس كذي خالد، المريض لما يجيني ويشتكي من شيء انا احس فيه بالضبط. نعم يعني لما يقول لي انا والله ما قادر اكل اعرفش معناته لما يقول لي ما قادر اكل، لما يقول لي والله دكتور انا للحين ما وصلت لمرحله ان انا اكل شوي للحين اكل بسرعه. هاي المشكله ان احنا نغير في تشكيله المعده لكن ما نغير في مخنا الفكر. نعم احسنت. مخ الدبدوب يتم دائما موجود دكتور. هذا على طاري الدبدوب يعني انت تقول دائما، او اللي تابع دكتور جاسم في سنابه دائما اوقات يكون قاسي، كان يقول اوقات يكون قاسي ويقول عزيزي الدبدوب عزيزتي الدبدوبه. انا مره شفت لك مقطع دكتور تقول يعني يا انك تقوم تسوي رياضه ولا توقف حلجك من الاكل ولا تسوي قص، يعني شوف لك صرفه. المهم لا تتمتين بالضبط. لا تتمتين. انا نفس الفكره هذه دائما اقولها حق الاشخاص اللي انا اشوفهم امتان، اقول له قوم سوي عمليه، يقول لك لا يا اخي عمليه ممكن مضره، يمكن يصيرني شيء، يمكن يا اخي مش انت اللي تقرر، الدكتور اللي قرر. الدكتور راح يقول لك هذا صح ولا سوي عمليه او لا تسوي عمليه. زين خلاص ما تبي تسوي العمليه، وقف اكل، سوي رياضه، غير في ناس سلبي، في ناس سلبيين من كل الجوانب يبي يضعف بس بالتمني. صح هذا شيء مو هاي المشكله يعني. وحتى اغلب الناس اللي تي يعني المشكله الناس قاعده تدور الحلول السريعه، تبي الحل يعني. للاسف يعني ترى وايد ناس يجوني العياده
مثلا ما تصلح العمليه فاعطي الحل البديل للعمليه، مثلا اقول له البالون، او مثلا في ادويه تساعد على نزول الوزن. طيب كم بنزل؟ اقول له بتنزل مثلا هالنسبه في خلال سنه، وبقعد سنه لا ابي خلاص. اقول زين، ودائما الامور الثانيه اللي غير العمليات، حتى العمليات من غير تنظيم الغذاء اكل ورياضه وتغيير السلوك الغذائي والرياضه ما راح تحصل اللي انت تبيه. صحيح. فاهم، قاعد اقول لهم انتوا ايش تبون؟ تبون دواء يعني؟ تبون مثلا ابره او تبون دواء وانت قاعد شيء تاخذها في خلال يومين تنزل 5 كيلو؟ ما في. صحيح، ما في، لازم تتعب. طيب طبعًا. على طاري البالون والابره وغيرها من ادوات الان تستخدم لتنقيس الوزن، شنو احدث التقنيات الان اللي موجوده، وخاصه ان توك جاي من مؤتمر جاسم؟ أنا بعد رايح مؤتمر عقب باكر. صحيح. الله يوفقك. رايحين نحضر مؤتمر الجمعية الأمريكية لجراحات السمنة، هو أكبر مؤتمر لجراحات السمنة في العالم، يسوونه كل سنة على نهاية 10 أو 11. شوف عفوا، إذا بنتكلم في التقنيات الجديدة، شوف كل التقنيات اللي موجودة ما تعطي نفس نتائج العملية، ما زالت العملية الجراحية أو عمليات السمنة الجراحية هي أفضل نتيجة تعطي في نزول الوزن. الأشياء الثانية لأوزان معينة، لكتلة جسم معينة، قد يكون حالياً أحدث شيء موجود واللي توه يمكن من أسبوع، اللي هو كان الإعلان عن الإبرة الجديدة، اللي هي إبرة تساعد في سد الشهية شوي. صحيح. الإبرة هاي كانت موجودة باسم ثاني قبل، بس كانوا محذرين منها جداً. إيه، بس كانت بجرعة قليلة. هذه عطوا الجرعة الكبيرة اللي تأثر في نزول الوزن. الإبرة هذه أيضاً أنا أحب أنوه حمد، هي متوفرة في الصيدليات، لكن لازم أنوه يا جماعة، مش أي واحد يروح الصيدلية. صحيح. يقول حق الصيدلاني عطني الإبرة أنا بضربها. للأسف الصياد اللي عندنا، لأنه يقول لك أوكي أنا يبي بيع للأسف يعني بيعطيه، والإبرة مش رخيصة. لازم أخذ الإبرة هذه بوصفة متابعة طبيب، في فحوصات معينة، في لازم نأخذ التاريخ المرضي. يعني مثلا المريض مثلا اللي عنده مشاكل في الغدة الدرقية أو عنده تكتلات في الغدة الدرقية، ما نقدر نعطي الإبرة قبل أن نتأكد أن التكتلات هاي مش تكتلات سرطانية والعياذ بالله. صحيح. الناس اللي عندهم مثلا الخوات اللي عندهم مثلا تاريخ مرضي لسرطان الثدي ما يقدرون يأخذون الإبرة هذه. الناس اللي عندهم كان عندهم تاريخ مثلا التهاب البنكرياس ما يقدر ياخذ الابره هاي. ففي ضوابط وشروط، مو هو بس، حتى التاريخ الاسري طبعا. أيه طبعا يعني هذا كله لازم. مثلا اذا في الاسره في حد في الاسره عنده تاريخ مرضي لسرطان الغده الدرقيه ما نعطيه. ففي النهايه الدكتور ترى يا جماعه ما بيمنع عنك شيء يصلح لك. اكيد الدكتور أكيد. بس يوجهك الدكتور. صح. يعطيك افضل حل يناسبك. دكتور انت يمكن انا يعني اجزم يمكن ان في ناس لاول مره تسمع بهذه الابره. أنا أول مرة أسمع فيها صراحة. الإبرة كان لها اسم قبل، أو يعني كان لها اسم وغيره وتوقف في شيء. طبعاً إحنا ما بنقدر نقول أسامي على أساس. ما نقول. بس أنا بنوه على النقطة اللي أنت قلتها وركز عليها مرة ثانية دكتور، إن إبرة تخليني أنا ما أكل أو تفقدني الشهية وأضعف يعني، لكن لازم متابعة الدكتور. لازم متابعة الدكتور. يمكن في ناس الحين تشوفنا وتقول والله هذا هو الحل الأمثل لي أنا. لا للأسف. يعني حتى يعني حتى يمكن النزول فيها مو بكبير جاسم. لا هو ينزل من 10 إلى 15 من 10 إلى 15% في خلال 6 إلى 10 شهور تقريبا. يعني اللي وزنه 100 زين، اللي وزنه 100 بينزل بينزل من 9 إلى 12 كيلو في سنة. خلال سنة في سنة. بس لازم معاها نظام غذائي ورياضة، من غير نظام غذائي ورياضة صحيح نعم ولا كأنك سويت شيء. صحيح. فاحنا نقول دائما الرياضه اولا. حطمتها ترى زي ما قلت لك. لا 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 انا في سنه في شغله ان شاء الله قدامكم وقدام مشاهدينا بتعهد بها ان شاء الله. يلا المره اللي طافت انت تحديتني وقلت بانزل. لا هاي كان على السناب. لا لا مو على السناب. لا 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 خلاص زين الحين دكتور يتعهد ها، واحنا انا وانت نتابع في سنابنا. نقول اذا دي بنقولها في سناب. ما زين خلاص في اخر الفقره يا جماعه. زين الحين الرابع فوق جربه، وواحد من الشباب لقى انه اوفر ويت 26.5. اعتقد هذا ما فيها مشكله، بس لازم شوف 26 هاي الاوفر ويت هذيلا اللي يصيرون في الجراي اريا. يعني هو وايد سهل انه يرجع انه يرجع لوزنه الطبيعي وكتلته الطبيعيه بدايه رياضه. بس هو عباره عن وشو هذه كتله؟ هاي كتله الجسم كتلة الجسم كامل اللي فيها سمنه زياده. لا شوف
من 19 الى 25 هاي يعتبر شخص طبيعي، وزنك مثالي لطولك. لحظة بس دكتور لحظة زي. بس وضح ايه؟ من 19 ل 25 كيلو زيادة؟ لا لا لا, لا. ها؟ إذا كتلة الجسم. كتلة. إذا كانت من 19 ما بين 19 و 25 المعادلة اللي سويناها أيوة. إذا كان الناتج ما بين 19 و 25 فمعناته أن الوزن مثالي بالنسبة إلى الطول. حلو. ما بين ال 20 وال 25 ايه؟ لا سوري ما بين ال 25 وال 30 ايه؟ هذين نعتبرهم يسمونهم أوفر ويت، عندهم زيادة في الوزن، هذين ما دخلوا مرحلة السمنة. أوكي. مرحلة السمنة تبتدي من 30 وفوق. حلو. هذيل الاوفر ويت 26 ما نسوي لهم شيء، من 27 ممكن نعطيهم البالون او الابره. بس ما يحتاج يعني، انا اشوف يقدر بممارسه رياضه او مشي. والله يا احمد في ناس يجون، لكن في شيء بعد لازم انوه عنه بالموضوع البالون. البالون من غير التزام بنظام غذائي ورياضه ولا كانك حطيتها. في ناس حطوه ونزلوا 22 كيلو 20 كيلو، في ناس حطوه نزلوا 3 كيلو، في ناس حطوه رجعوا زادين 2 كيلو. انا في ناس اعرفهم نزلوا عقب ردوا ارتفعوا، حتى اللي مسويين قص اذا ما التزمت باكل وبرياضه راح ترد او يرد وزنك. تبغى مفاجاه ثانيه بعد؟ قول. في 2004 تم تجربه اول بالونه في قطر. 2004 اول مره سوينا بالونات في حمد كانت في 2004. مين كان المريض؟ من؟ انا. في 2004 اي نزلت عليها 18 كيلو. حلو. شلتها ما أي. غيرت من النظام الغذائي. بعد 6 شهور شلتها. أي. انا بعد 6 شهور تنشال ما غيرت النظام الغذائي. رجعت 23 كيلو بشهرين. رجعت 23 كيلو زدت في شهرين. على حسب قابلية الجسم خالد يعني، انا عادي انا ممكن في اسبوعين ممكن ازيد 20 كيلو. زين دكتور، في البوتكس يسمونه او شيء نفس الكتله يحطونها في المعده؟ هذه لا، هذه هي نفسها البالون. هي البالون. البوتكس هي عباره عن تقنيه غير معترف فيها في اي مكان في العالم، ومحذرين منها اصلا يعني. حذرنا منها، وفي في احد دول الجوار صارت حالتين، صار غرغرينه كامله في المعده. صحيح. اضطروا ان يستأصلون المعده كامله. ما ودك ان نقول هالكلام عشان الناس ترى بعضها تسمع قال لي سمعت قالوا لا، وكان يروح لها لانه اوفر وكان سعرها رخيص 18000. بس اذكر جاسم احنا تقريبا من 6 شهور او من سنه تكلمنا عنها في ترحيب وكان جامعه امريكيه رفضت الاعتراف حتى بالخوض في التجربه لها. وازيدك من الشعر بيت، في دراسه توها طلعت هني من وايل كورنيل ومؤسسه العمل الطبيه من فتره قريبه، انشروها في واحده من اقوى المجلات العالميه في مجال السمنه، المجلات العلميه. شافوا رجعوا كل الدراسات اللي سووها على موضوع البوتوكس، 60 دراسة ولا دراسة أثبتت فعالية البوتوكس في إنقاص الوزن. لا البوتوكس كان ينقص وزنهم لأن الدكتور اللي كان يسويها كان يعطيهم الإبر اللي أنا قلت لك عنها، فكانوا يعتقدون أن نزول الوزن من أنت لو تصحح معلومتي جاسم، الإبرة هي عبارة عن إبرة تخلي عضلات البطن تخف عن التشغيل، فما تعطي إيحاء للمعدة أنه والله في جوع أو في عطش أو في هذه الأمور. صحيح؟ هي الإبرة عبارة عن هرمون اسمه GLP-1 موجود في جسمنا. الهرمون هاي يأثر على ثلاث مراكز، يأثر على البنكرياس فيرتب لنا موضوع الأنسولين، ويأثر على حركة المعدة، يخلي حركة جدار المعدة تكون أقل. المعدة هي عبارة عن كيس يستقبل الأكل، يأصر الأكل فالأكل يمشي في الأمعاء، فلما تقل حركة المعدة الأكل بيتم موجود في المعدة فتحس إنك شبع. وأيضاً الهرمون هاي يؤثر على مراكز الشبع والجوع بشكل بسيط في المخ، فعشان كذي الواحد يحس بانسداد الشهية. لكن المشكلة بعد الكبرى إن في مرضى ما يتحملونها، يعني في 40% من اللي يأخذون الإبرة هاي تصير معاهم الله يسكم اللوعة والحساس، إن إيه في مضاعفات جانبية تتلاشى مع الوقت، عشان كذي جرعتها لازم تكون لازم تأخذ بالتدريج. فعشان كذي أنا نوع لازم يكون متابعة. إحنا دكتور دائما نقول هذه أمور يعني إحنا ما نفقه فيها، فدائما أي حد بيتخذ أي خطوة ولو بسيطة يتوجه للدكتور.
صحيح. وياخذ النصيحه من الدكتور ويشوف له الافضل. وبعدين انت ايش قلت دكتور مساعد؟ قلت كلمه ترى مهمه، قلت الدكتور ما راح يمنع عنك شيء، راح يساعدك. صحيح حسنت. ما راح يوجهك للطريق الصحيح والسليم. انت كلام بتخصص اكثر دكتور، تخصصك انت واللي هو يعني التكنولوجيا والروبوت. الان نشوف خالد بعد مع مشاهدينا بعض اللقطات. وانت انا دكتور من خلال متابعتي لك دكتور في سناب، يعني انت ما شاء الله عليك دائما تحرص انك تروح الى اماكن، مثلا مره شفت لك سفره في تركيا، مره شفت لك سفره في كذا مكان، تروح تتعلم على هذا الروبوت وتجي وتطبقه هنا في دوله قطر. لو نتكلم عن هذا الروبوت ونتكلم عن شلون تحدد نوع العمليه انت للمريض، على اي اساس وكم تستغرق هذه العمليه؟ طبعا طبعا الروبوت انا تكلمت عنه من قبل، هو جهاز تم تطويره بالتعاون ما بين وزاره الدفاع الامريكيه وناسا. كان الهدف منه ان هم وزاره الدفاع الامريكيه يقول لك انا ليش اذا مثلا في حاله حرب ليش انا ابعث الجراح اللي متعوب عليه ومصروف عليه الى وور زون او منطقه حرب وعرضه للخطر. وكان الهدف منها ان والله المريض يكون في مكان والجراح يكون في بلد ثاني. صحيح. يسوي الهاي. وفعلا في 2001 سووا اول عمليه يسمونها ترانس اتلانتيك، كان المريض في ستراسبورغ والجهاز في نيويورك. بس العمليه يعني كان فيها يعني اجزاء من المئه من الثانيه تاخير في الحركه، فهاي في السلامه تعتبر غير سليمه لان في ذاك الوقت بعد الانترنت ما كان بنفس السرعه اللي موجوده الحين. احسنت. بعدين بدأوا يطورونها شوي شوي. طبعاً الميزة اللي فيها أن أدوات الروبوت هي نفس تقريباً تقوم بنفس العملية اللي نسويها بالمنظار العادي، لكن ميزتها المفصلية اللي موجودة في الأدوات. الأدوات المنظار ما فيها مفصلية، هي سيدة تحرك فوق وتحت يمين ويسار شكل دائري بهالطريقة والتحرك بيدك، لكن الروبوت في مفصلية في الأداة نفسها تعطيك 360 درجة حركة الرسق، فيها خمس حركات الروبوت يعطينا سبع حركات، يعني أكثر من حركة. فلما أشتغل فيها الدقة تكون جدا عالية، درجة الأمان جدا عالية. وأنا دائما أختار خاصة المرضى اللي مثلا اللي مسوي قص ومحتاج أسوي له عملية ثانية أو بنسوي عملية ترميمية اللي يكون فيها الالتصاقات أكثر، أفضل استخدام الروبوت لأن الروبوت راح يعطيني سعة أو أريحية أكثر في التعامل مع الأغشية والأسجة اللي موجودة. بإذن الله. إحنا نتكلم دكتور عن السمنة، وأن أنت شخصتها أو قلت أنه شخص كمرض. نعم. صحيح. حاليا أنا يعني شيء ما نخفي أو ما يخفى علينا أن إحنا نعاني شيء من السمنة في الصغار. إيه. شو الحل مع الصغار دكتور؟ يعني أكيد ما راح نسوي له عملية أو قص معدة، يعني هو مثلا نقول عمره 10 8، في بعض الصغار في اصغر بعد اي من كثر ما هو يقعد خلاص الحين تكنولوجيا ايباد مش عارف ايش ما يتحرك، ياكل الجنك فود اللي هو الفاست فود وهاي الاشياء السريعه، فين يعني يرتفع وزنه. شو الحل معاه دكتور؟ الحل نبي 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 نصيحه الدكتور. يعني نصيحه الدكتور، الحل يبتدي من البيت. الحل موجود في البيت، الحل مو عندي انا الطبيب، انا ممكن اساعد لكن الحل مو في يدي. احنا لما نقول طبعا الاطفال هذول طبعا احنا نفضل انهم يمشون على حميه غذائيه زين، بس مش صعبة عليه دكتور؟ يعني تحرمه مثلا من انا بقول لك شيء، شفت انت قلت حرمان، انا اقول لك متى بيحس بالحرمان؟ لما تمنعه بالكامل، لما تمنعه بالكامل ولما يشوف ان اللي موجودين معاه اخوانه وخواته او اهل البيت ياكلونهم، قاعدين ياكلون وهو ما ياكل، هني يعتبر حرمان. لكن لما يشوف ان الكل ما قاعد ياكل فما يحس، ما بيحس بالفرق. لما الام والابو والاخوان ياكلون نفس الاكل اللي هو ياكله ما بيحس بالفرق. صحيح. هذه نقطة جدا مهمة. اللي يصير ان هم لما يسوون حمية غذائية للأطفال يسوون له اكل بروحه يا اخي انت، فيحس ان هو منعزل. بالضبط. لا. والنفسية تلعب دور. جدا مهم ان ترى لازم الأهالي يعرفون ان احيانا السمنة قد تكون عند الأطفال بسبب مرض جيني، فلازم يكون في متابعة من طبيب أطفال متخصص. واحنا طبعا ان شاء الله باذن الله يعني احنا قاعدين نحاول قد ما نقدر ان احنا الحين قاعدين نتعاون مع اخواننا في طب الاطفال ان احنا ننشئ نسوي مشروع نتكلم فيه او نتطرق فيه لعلاج هالفئه هذيله. طبعا في ناس من الاطفال ما اخفيك يا خالد ان يحتاجون العمليه. يحتاج. نعم. لان في امراض مزمنه ممكن تكون
في سن صغيره بسبب سمنه الطفل هاي ممكن تؤدي الى موته. يعني نوصل لمرحله ممكن الطفل هاي اذا ما سويت له العمليه او ما نزل وزنه خلال سنه ممكن يموت بسبب السمنه. بسبب السمنه. شجعوا عيالكم على الحركه. الجو الحين حلو، طلعوهم. الانديه الرياضيه متوفره. صحيح. شجعوهم انه حتى في المدرسه انهم يشتركون في الانشطه الرياضيه. انا اعتقد وزاره الشباب والرياضه ما مقصره في هالامور. نعم. اللجنه الاولمبيه ما مقصره. حتى المباريات الان اصبح فيها بعد فعاليات، مفعاليات مرافقه. بالضبط. انتبهوا لعيالكم. يعني ذكرت دكتور كلمه مهمه، انت قلت اوقات ممكن تكون بسبب وراثي او جيني، او لان تحصلك مثلا اخوان اثنين ياكلون من نفس الاكل وفي نفس البيت ونفس العادات ونفس السلوك. صح. هذا ضعيف وهذا متين. صحيح. هاي تختلف انه ممكن هاي معدل الحرق عنده اعلى من هاي، بس ما تعرفش السبب يعني. فدائما احنا كلمتنا حق الاهالي، انتبهوا على عيالكم. احنا ترى معروف ان اللي يكون عندهم سمنه وهم اطفال 30% منهم تستمر معاهم السمنه وهم كبار. مشكله الاهالي عندهم دائما بيكبر بيضعف. بيكبر بيضعف. لا والله. نعم. نحاسب. 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 نعم. نحاسب حق عيالكم. والدكتور جاسم عبيدان فخر استشاري جراحات السمنه والروبوت في مؤسسه حمد الطبيه، شكرا لتواجدك معنا اليوم، استفدنا من لقائك الكثير الكثير. شكرا لك. اشكركم جزيل الشكر وشكرا على المفاجاه حبيبي، ما قصرت. شكرا جاسم. شكرا. مشاهدينا، وانا عندي وعدي وهذا تحدي قدامكم، واتحدى نفسي ان شاء الله الوعد في فعاليات اليوم.